والآن مع أذان صلاة المغرب في مساء 16/3/1035 هجرة بالقرب من جبال المصاليخ، ويظهر في الصورة هضبة القنعية مع تحيات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله رب العالمين، الصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام الحمود الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ ولاة أمورنا من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم احفظنا قائمين واحفظنا قاعدين واحفظنا راقدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سجلت هذه المعدة في مغرب 16/3/1035 هجرة قرب جبال المصاليخ برانيا، مع تحيات الفقير الله تعالى.